خد يا صابرين بالهنا والشفا. تسلم يا عم جرب. ايه ده؟ انت فاكر نفسك مش هنعرف نجيبك ولا ايه يا صابرين؟ بقول لك ايه علاء؟ انا جعان. جعان ايه بس دلوقتي؟ يا عم اوعى ايدك. صابرين اسمعي الكلام، في كافيه هناك اهو، هنقعد نتكلم شويه. اوعى لا ما تقوميش امشي معايا. يلا. اوعى يا عم. ولا عبد الله هم واخدين صابرين ورايحين على فين يالا؟ انا مش عارف الست دي ممكن تكون عملت ايه في بنتي. هتكون عملت ايه يعني يا استاذ رأفت؟ معلش يا استاذ رأفت انا شايف ان انت مكبر الموضوع حبتين. مكبر الموضوع ازاي يعني؟ يعني موضوع الرسايل ده ممكن يكون بسبب انها يعني متضايقه منها، مش طايقاها، عايزه تمشيها من الفيلا، لكن ما توصلش لدرجه القتل يعني. وليه ما تقولش ان شيرين دي عامله عصابه وبتتاجر في الاعضاء؟ ومش كده وبس، ممكن تكون عضوه في العصابه دي، اهو بتبيع البنات لبيوت الدعاره. ايوه، علشان بتسجل لهم فيديوهات مخله بالشرف. معقوله؟ دي تبقى مصيبه. يا استاذ رأفت لو كلام حضرتك ده مظبوط كانت على الأقل الحكومة خدت خبره واتخذت الإجراءات اللازمة. وبعدين أنا أبويا شغال في الفيلا دي بقاله كتير قوي، يعني لو كان شاف حاجة زي كده ولا كان سمع حاجة زي كده كان أكيد ساب الفيلا ومشي، أو حتى كان قال لي. بصراحة أنا من ساعة ما جيت الفيلا دي وأنا كل اللي شايفه عن شيرين دي إنها ممكن تكون بترازي البنات، بتزعق لهم، مش أكتر من كده يعني، ما توصلش لدرجة أعضاء بشرية ودعارة وكده يعني. انت بتدافع عنها كده ليه؟ عشان شغال عندها. اولا يا استاذ رأفت انا مش شغال عند حد، ثانيا بقى انا مش هزعل منك عشان انا مقدر موقفك. يا ابني يا مروان يا حبيبي انا راجل محامي، يعني مر عليا الاف القضايا اللي زي دي، علشان كده انا متاكد ان ورا اختفاء بنتي الست صاحبه الفيلا. طب يا استاذ رأفت شوف حضرتك عايز مني ايه وانا هقدر اساعدك. انا مش عايز منك غير حاجه واحده بس، تدخلي اوضتها وتدوري على اي حاجه ممكن تساعدنا. لا طبعا انا مش موافق على حاجه زي كده. لا طبعا ايه، دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تساعدنا بيها، وخصوصا ان هي قاعده جوه الفيلا. ما تقلقش يا استاذ رأفة انا هدخل الاوضه يمكن اقدر الاقي حاجه اساعدك بيها. اتفضلي. استني، خش برجلك اليمين يا شاب. انت نورتينا، انت شرفتينا. ايه الجمال ده؟ يا اهلا وسهلا. خالتي استني. اهلا وسهلا. هش؟ هش. هش، أنا ندى عبد الحميد، طالبة في كلية هندسة. كنت كلمت الأنسة شيرين وحجزت معاها غرفة. أنت دفعت فلوس الإيجار؟ لا لسه، اتفضلي أهي. أنا كان عندي سؤال، هي الدار هنا بتقدم أكل؟ لا الحقيقة ما بنقدمش أكل، بس لو حبيتي تستعملي المطبخ تجيبي أدواتك، طبقك، معلقتك، شوكتك، كوبايتك، حتى الحلة تبقى بتاعتك. مفيش أي استعمال في المطبخ غير البوتاجاز بس، مفهوم؟ يا ام شهاب، ام شهاب. نعم نعم حاضر، تعالي لي دقيقه. نعم يا مدام فريد. خديها وديها اوضه السحر. هو في حد معايا في الغرفه؟ لحد دلوقتي لا، بس الاوضه بتشيل سريرين. اتفضلي معايا. على فكره لو احتجت لأي حاجة أو عوزت أي حاجة خالص ما تخافيش، تعالي لي. متشكرة يا مدام. اتفضلي. أنا ندى وأساسا من الشرقية، وحضرتك مين؟ أنا ما سألتكيش عشان أجاوبك. يا نهار اسوح، انت عايز تحبسني ولا ايه؟ ده انا لو عملت كده صاحب الفيلا هيعرف اكيد ان انا اللي خدت الدهب. بقول لك ايه؟ احنا اليوم اللي هيسرق فيه الفيلا انت هتكوني محبوسه، مع ان نوجه هتتبلى عليك بسرقه تليفونها، والتاني يوم هتنزل على المحضر.
لا لا بقول لك ايه، فكك من الحوار ده خالص، انا ماليش دعوه بيه. لا انا بقول لك ايه، اسمعي مني وشرف امي، لو ما عملتش اللي انا بقول لك عليه شويه ميه نار هجرهم في وشك، مش تنفعي تاني. ايه الشطارة دي يا مشاهد؟ ها؟ مين بقى اللي قالك على الموضوع ده؟ فريدة؟ ولا ده اجتهاد شخصي منك؟ أبداً محدش قال لي حاجة، أنا لقيته في الجنينة فقلت يمكن ينفعنا. برافو عليك، هو هينفعنا فعلا. ورايا عايزاكي في حاجة. عندي ليكي مفاجأة، إنما إيه؟ تحفة بجد. قول بسرعة. هي إيه البنات ما بقاش عندها صبر أبداً؟ تبقى مفاجأة إزاي طيب؟ بس إحنا بنقول بقى عشان خاطري. تعرفي تجيبيني إزاي أنت برضه؟ ماشي قول. أنا ماما خلاص خلصت فرش الشقة، أعمل حسابك الشهر الجاي هنتجوز. الشهر الجاي؟ آه. لا يا أحمد ما ينفعش الشهر الجاي. أنا ناقصني حاجات كتير ومش هينفع تقلع عادات أكتر من كده. أنا ناوي أشتغل وأجيب كل اللي ناقصني يا أحمد. يا حبيبة قلبي. كل اللي نفسك فيه انا هجيبه لك وزياده. لا يا احمد ما ينفعش. يا قلب احمد، يا قلب احمد، انا وانت ايه؟ مش واحد؟ وانت خلاص بقيتي مسؤوله مني. طب بص بقول لك ايه؟ في شركه لقيتها على النت عايزه. مفيش كلام في الموضوع ده تاني، انا قلت مفيش شغل، ويلا عشان وراكي محاضرات مهمه لازم تحضريها. عشان بعد المحاضرات اخدك نتغدى ووصل. يلا المحاضرات. انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي، بحبك. انا هخلص بس اللي عندي كله وربنا ادعوا لي بس. طيب خلاص ماشي. انت يا ابني ابوك راجع امتى؟ انا مش عاجبني الوضع ده، انا مش عايزاكوا عندي في الفيلا. فهم ابوك لو ما جاش على اخر الاسبوع أنا هشوف غيره. كلامي واضح؟ أنت جديدة بقى معانا هنا؟ أيوة أنا ندى، كلية هندسة ومن الشرقية. وأنا نيلي، صيدلة القاهرة. إيه ده، هما دول عايشين معانا هنا؟ لا ده مروان ابن عم ريحان الجنايني وده قريبه. بصي هم قاعدين معانا يومين كده وهيمشوا. ازيك يا نيلي؟ ازيك يا مروان؟ دي ندى جديده معانا في الدار. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ماشي عن اذنكم. اوكي فضل. طيب خلاص ماشي، سلام، باي باي. عامله ايه؟ تمام. ازيك؟ هاي عامله ايه؟ ايه مش تبكلنا؟ لسه ماضيين مسلسل جديد وشكل البليه هتلعب معانا. ايه ده بجد؟ اه والله. الف مبروك. ايوه بقى يا نجم، نجم يا ابني، نجم نجم نجم. بقولك ايه، انا مش عايزك تعملي اي حاجه من اللي قالك الاستاذ رأفت ده، انا قلقان عليكي. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين؟ انا هطلع دلوقتي وهبقى اكلمك في التليفون. هو في ايه يا نجم النجوم؟ ايوه هو في ايه بقى عشان لو حد سالني يعني. انا هقول لك، انت مقتنع بالكلام اللي هو قاله؟ ليه هو قال ايه؟ بسم
قسمي اللحمة دي على اتنين وحطيها في الطبق ده. حاضر بس اطبخ. وهي نية. نية؟ نية ازاي يعني؟ أنا هاكلها نية. يعني ايه هتاكليها نية؟ كده. هجيب حاجة من المكتب وراجعالي. خدي هاتي لي الحاجات دي من السوبر ماركت بسرعة. حاضر. مالك؟ بتاكل اللحمة نية مش كده؟ خلاص حط لها فلفل اسود كتير عشان ريحة الزفارة، فاهمة؟ كتري الفلفل الاسود. خد بالك يا مروان، اول ما تخرج وترجع قول لي. ما بلاش تعملي اللي انت بتفكري فيه دوت، عشان تعمل معاكي مشكله وانت عارفه خلقها ضيق. يا مروان علشان خاطري انا مش طالبه حاجه، انا برضو شاكه فيها ونفسي اعرف ايه اللي في اوضتها. بقول لك ايه، شيرين في الجنينه شكلها بتعمل حاجه غريبه. فين ده؟ انا مش شايفه حاجه. لا ما انتي مش هتشوفها من عندك، انا شايفها من ناحيتي هنا. طب شوف كده. طيب بتعمل ايه وقولي. بتعمل كده ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بقولك ايه، دي عمالة ترمي حاجات كده زي ما تكون بتأكل حد حاجة، زي ما تكون مربية حاجة في الجنينة. الست دي غريبة قوي. لا هي اصلا مش مربية حاجة في الجنينة. بقولك ايه، هي شكلها كانت بترمي حاجه في الجنينه، هي دلوقتي خلاص خرجت بره الفيلا. طيب دي احسن فرصه بقى، اول ما تخرج وترجع رن عليا. يا بنتي ما بلاش. يا مروان بقولك دي احسن فرصه. يلا اسمع كلامي، اول ما تخرج وترجع رن عليا. طب ماشي بسرعه، بس انا واقف عند الباب اهو. ماشي، باي باي. كان زماني متجوزة دلوقتي، بس اللي زينا لازم تتجوز واحد زيها خارج ملجأ. لا يا حبيبتي، هو لو كان بيحبك بجد كان واقف قدام أهله. هو معاه حق، هيقول لأهله إيه؟ ولما اتجوز وخلف هيقول لعيالي أنا مين وأهلي مين؟ مش ممكن أكون بنت حرام؟ لا يا بنات، إحنا مش بنات حرام، أنا حاسة بكده. وحتى يعني لو كنا أولاد حرام ده مش ذنبنا،
كل واحدة فينا من حقها إن هي تعيش وتحب ونعيش أحسن من أي حد كمان. الله، دي عشاني أنا؟ أكيد طبعاً علشانك، عشان بس إيه ما تتأخريش عليها بعد كده. والله بيكون غصب عني، مش قصدي. أنا عارف، إن شاء الله كلها كام شهر ونبقى بعض على طول بقى، تأخري براحتك. أنت عارفة إن أنا بحبك وأنت مكسوفة جدا. يابا، طب أنا عايزة مش اتأخرت قوي. تلحقتي مستعجلة قوي؟ لا بس عندي يعني دروس كتير ولازم أروح أذاكر. ماشي، يلا بينا. أستاذة شيرين، أنت محتاجة حاجة أساعدك فيها؟ لا يعني مش محتاجة أشتري لحياتك أي حاجة؟ أصلاً أنا شفت حياتك خرجتي ودخلتي كده على طول. ما شكرا. نيلي ما بترديش ليه؟ جت
اخرجي انت بقى بسرعه، اخرجي بسرعه.